أولا أنا حزين جدا ومصدوم لوفاة الزميل محمد سلطاني رحمة الله عليه وألهم ذويه الصبر والسلوان وأحسن إليه. أنا شخصيا لم أكن أعرفه معرفة شخصية بالشكل الكافي، ولكن من خلال المرات القليلة التي التقيته فيها حوالي 3 أو 4 مرات في الجزائر أو التي تواصلنا فيها، بدا لي الرجل أولا رجل محترم ومؤدب وخلوق صحفي، أيضا من خلال محطاته وبرامجه التي كان يقدمها كان متميزا وكان متمكنا، وكان يتحلى بالكثير من المهنية المقرونة بالمسؤولية. والدليل آخر ما قاله في آخر برنامج له عندما ركز على ضرورة الاهتمام والاعتناء بالتربية التعليم والاحترام، هذا ينم عن شخصيته وعن طبيعته وعن روح المسؤولية التي يتحلى بها. صدقني بأنني مصدوم، ولو أنه لا رد لقضاء الله وقدره، لكننا فقدنا أخا وزميلا وصديقا وإعلاميا ورجلا في زمن قل فيه هؤلاء وأولئك للأسف الشديد. الله يرحمه ويحسن إليه ويغفر له، والله يصبر أهله إن شاء الله ويصبرنا جميعا. شكرا جزيلا.